تواصلت به مع زميلي قلت سجن نبيل القروي هو يعني نبيل القروي ضحية سياسية يعتبر يعني وجوده في السجن بفعل فاعل اللي ضغط على حزب قلب تونس كانت واضح أكثر. نبيل القروي احنا قلناها والناس كل تعرف هو سجين سياسي اليوم ضحية مؤامرة مؤامرة أطراف سياسيين يستعملوا في القضاء ويستعملوا في الملفات اللي معناتها تصفية خصومهم السياسيين. هذا كنا نقولوا فيه اليوم بدأت تظهر الأدلة للعيان اليوم معناتها ما كانوا يقولوا فيه في السر ظهر للمواطنين وبدأ يظهر للعلن. احنا هذا كله كنا نعرفوه وقلناه. اليوم احنا طلبنا النيابة العمومية باش تدخل في موضوع التسريبات هذه وباش نواصلوا معناتها دفاعنا على رئيس الحزب بالطرق القانونية اللي يخولها لنا القانون. نبيل القروي معناتها حاكم التحقيق حكم عليه بالإفراج، إفراج معناتها بكفالة، كفالة هي كانت مشطة، لكن الضغط السياسي خلى كونه حتى الإفراج هذية معناتها عملية الإفراج يتم إلغائها. هذا الكل نعرفوا شكون وراه ونعرفوا اللي فما ضغوطات رهيبة لإبعاد وإقصاء نبي القروي وإقصاء قلب تونس ومحاولة تفكيك كما يقولوا هما قلب تونس، لكن هيهات نبي القروي باش يخرج بري وباش تبقى هذه وسمة عار قدام الأطراف هذه وقدام الناس النافذة اللي اليوم تخايب معناتها وجودها في السلطة يستعملوا فيها لتصفية معارضيهم ولتصفية الناس اللي معناتها يخالفوا فيهم الرأي. الأطراف السياسية والحزام السياسي هذايا اللي تأبط شرا معناتها وقاعد يحب يستعمل نفوذه ويستعمل قرابته لبعض الأطراف النافذة لتصفية الخصوم السياسيين وفي الأخير لتهديم مسار كامل اللي هو مسار حكومي. الكل نعرفوا شنو المغزى من هذا وشنو المؤامرة. مؤامرة اليوم هي إسقاط الدولة، المؤامرة عارفينها وين يحبوا يهزوها. اليوم المؤامرة هي ضد الدولة ككل واللي خلق الفوضى. هذوما الناس كانوا في السلطة وكانوا متحالفين مع معناتها حركة النهضة، اليوم ولاو معادين لحركة النهضة. احنا كانوا يطالبوا فينا باش نكونوا نتحالفوا معاهم، ولكن وقت اللي ما نمشيوش في مسار متاعهم المسار الايديولوجي ومسار ادلجة الدولة ومسار ادلجة كل شيء وخلق صراعات اللي هي ما تنفعش الناس. واحنا من الاول نبهنا للصراعات هذه، قلنا لهم اجاوا نقعدوا على طاولة، اجاوا تتعمل الحكومة حكومة وحدة وطنية، اجاوا نعملوا هدنة سياسية، اجاوا نخدموا على ما ينفع الناس، على برامج تنفع الناس. هذايا كل ما يحبوش يسمعوه، يحبوا يدمروا، يحبوا يخلقوا الدمار في تونس، يحبوا يدمروا السلطة القضائية، يحبوا يدمروا معناتها الدولة ككل. وهذا ما نشوفش نخليهم، ما نشوفش نسمحولهم بهذا. شكرا سيدي.